ثاني بارت ومن أهم البارتس تبع السيركيلاتوري سيستم ذا هارت، القلب والليبل للهارت. طبعا يمكن تشوفوه شوي صعب، هو كتير هين ما بده شيء، هينين كتير رح نفهمهم بالتفصيل. أول شيء نعرف شو تعريف الهارت. الهارت is a hollow organ، عضو مفرغ بتألف من مسل جاينت مسل بنسميها الميوكارديوم، هيدي هي الميوكارديوم اللي حوالين الهارت. function لإلو عنده two functions مهمين. أول function it pumps oxygenated blood to organs، هيدا أول function لإلو. الفانكشن الثاني it pumps deoxygenated blood to lungs. إذن الهارت عنده two main functions ومهمين. أول شيء هو بضخ oxygenated blood على كل الأورغانز، ما عدا بضخ deoxygenated blood، بيعطي يعني blood ملان كربون ديوكسيد على اللانجز. إذن these two are the functions of the heart. ومثل ما حكينا هو hollow organ، عضو مفرغ يعني ما فيه شيء، عبارة عن chambers، عن غرف فاضية بيمرق فيها الدم. وهو it acts as a pump، يعني الفانكشن لإله هو بس عملية ضخ للدم مش أكتر، بتألف من مسل كبيرة اسمها الميوكارديوم. هون رح أرسم سكتش بسيط للهارت يفرجيني فيه الشامبرز لإله، ورح أرسمهم بطريقة بسيطة بس كرمال أرجع أشرح عليهم وأنا عم بشرح لكم شو اللي عم بيصير. أوكي، فإذا هلأ تنشوف كيف الشامبرز اوف ذا هارت او غرف القلب مؤلفه وكيف شكلها. الهارت هو مؤلف من فور تشامبرز، رح اشرحهم بالاول. فور تشامبرز، اذا اول شيء عندي تو بارتس اوف ذا هارت، ليفت هارت ورايت هارت. اذا هيدا الليفت هارت وهيدا الرايت هارت. على طول الليفت بيحمل اوكسجينيتد بلاد، وعلى طول الرايت بيحمل دي اوكسجينيتد بلاد. فاذا هيدا هون ليفت ليفت هارت، وهيدا هون الرايت هارت. وعلى طول اللفت بيحمل الاكسجينيتد بلاد، هيدا بيكون فيه اكسجينيتد بلاد، اما الرايت بيكون فيه دي اكسجينيتد بلاد. باللفت هارت، وطبعا اللفت هارت والرايت هارت البلاد بيناتهم ما بيعمل ميكسينج الا خلال الفيتال بيريود، بالجستيشن بيريود بس الدم بيعمل ميكسينج عبر فتحة اسمها الفورامين اوفال، ان شاء الله بنمرق عليها بكرة بأسئلة معينة، بعدين بتتسكر هيدي اوتوماتيكالي بعد الولادة. المهم نيجي على اللفت هارت، مؤلف من اللفت اتريوم وليفت فنتريكل. الليفت اتريوم هي غرفة صغيرة، إذا منشوفها بالهارت الطبيعي ما منلاقيها، نحن الهارت هذا كله اللي عم نشوفه هو عبارة عن فنتريكلز، أما الاتريوم بدنا نطلع لفوق بيكونوا هيك ممبرينس كتير رقاق ولحمية كتير صغيرة بيشبهوا أذن الفيل، عشان هيك بسموها as elephant's ear، بتكون موجودة واحدة على الجزء اللفت للهارت واحدة على الجزء الثاني للهارت. نحن بنشوفها هون شوي كبيرة بس هي كتير صغيرة. ولاحظوا ان انا قلت اتريوم ما قلت اوريكل، لانه اتريوم هي الصح. كلمة اوريكل، الاوريكل هو عبارة عن appendage، عبارة عن تابع او ملحق للاوريكل، يعني مثل ما بنقول جزء صغير من الاتريوم. اوكي، بيزيد من مساحة الاتريوم، بس الغرفة اسمها اتريوم. اوكي، not oracle، so منقول اتريوم. اذا left اتريوم و left ventricle. اما بالright heart بيكون عندي right اتريوم و right ventricle. اما شو هو الاوريكل ان كان بالleft وان كان بالright، هي عبارة عن تابع صغير للاتريوم بيزيد من مساحة هالتشامبر الصغير، بس عبارة يعني مثل ما منقول جزء شقفي من الاتريوم، بس هيدا اسمه اتريوم not oracle. مهم، سو صار عندي four chambers: left atrium, left ventricle; right atrium, right ventricle. فالدم حيمشي أو رح يجي from atrium to ventricles. أوكي، بين الاتريوم والventricles عندي valves، عندي صمامات. يا
يعني بواب. هيدي الفالفز او الصمامات بتفتح وبتسكر بحسب مرور الدم، بتسمح الدم يمشي in one direction وبتمنعه يمشي بالعكس in one direction from atrium to ventricle وبتمنعه يمشي بالعكس. حتى نرسم اول فالفز بين اللفت اتريوم والرايت واللفت فنتريكل، عندي فالف هون بنسميه المترال فالف، المترال فالف او الباي كاسبيد فالف. اما بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل هون عندي فالف اسمه التراي كاسبيد فالف. اوكي، جبت هيدي الرسمه تكون عم نصها تكون اوضح. هي الفور تشامبرز للهارت، left atrium left ventricle right atrium right ventricle. عندي فالف بيفصل بين left atrium والleft ventricle اسمه الميترال فالف او البايكاسبيد فالف. اما الفالف اللي بيفصل بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل اسمه ترايكاسبيد فالف. طبعا لما يكون في دم بده يمرق من الاتريوم للاوريكل، طبعا هيدا الفالف على البريشر للبلد بيفتح لحاله. نفس الشيء هون، مثل ما حكينا عندي هون اللفت بيكون حامل الاكسجينيتد بلد، اوكسجينيتد بلد، اما الرايت بيكون حامل الدي اوكسجينيتد بلد. هلا بدنا نشوف شو هن الفاسكولار بارتس او الفاسلز يلي عم يشوا على اللفت هارت وعلى الرايت هارت. اول شيء اللفت هارت بيجي بلد اوكسجينيتد فروم فور بالمونري فينز. بالمونري فينز، من كلمه بالمونري بكونوا جايين من اللانجز. أربعة عندي كل اثنين جايين من اللانج، يعني each two from a lung يعني كل lung بتبعت على left heart two pulmonary veins، فالمجموع التوتال بيكون عندي four pulmonary veins. هالدم بينزل على left atrium، بعدين بيفتح الفالف الميترال فالف او البايكاسبيد فالف وبينزل على اللفت فنتريكل. بعد ما ينزل على اللفت فنتريكل، المسل لللفت فنتريكل بدها تعمل كونتراكشن بوشينج ذا بلاد اواي فروم ذا هارت تو ذا اورجانز، عبر اكبر ارتري بالجسم اللي هو الاورتا. سو هون بيكون عندي البلاد فاسل يلي عم يطلع منه الدم اللي هو أكبر أرتري بالجسم اللي هو الأورتا. بس بيكون في عندي فالف صمام صغير بين هالأورتا واللفت فنتريكل منسميه السيجمويد فالف أو السيميلونار فالف أو الأورتيك فالف. إذن هون عندي السيجمويد فالف أو هو نفسه السيميلونار فالف اللي هو الفالف اللي بيكون issued from the base of the aorta، وفي بعض اللي هي بسموه الأورتيك فالف. تنيجي على الرايت هارت. بالرايت هارت هون مثل ما نحن شايفين بده يفوت الدم على اللفت على الرايت اتريوم، هيدا بفوت عبر اكبر فين بالجسم اسمه فينا كافا. بيكون عندي تو برانشز لإله اللي هي سوبيريور فينا كافا وانفيريور فينا كافا. هيدا جاي من المنطقه العليا بالجسم وهون جاي من المنطقه السفلى بالجسم. فاذا هون رح يكون عندي الفينا كافا، بيكون جاي من هيدا هون superior vena cava ومن تحت inferior vena cava. اوكي، بفوت على الرايت اتريوم بيفتح هالفالف اللي هو الترايكاسبيد فالف، بعدين بينزل على الرايت فنتريكل. هلا بيطلع عبر البلموناري ارتريز او بنسميه البلموناري ترانك، ومنه بيتفرعوا كل البلموناري ارتريز يلي رايحين على اللنج. حتى نعملها، فاذا هون عندي اوكي، وطبعا هون عندي فالف هو نفسه
بنسميه سيجمويد فالف، فبنحط اللقاس. فاذا هيدا هون اسمه البالموناري ترانك، بالموناري ترانك اوكي، او البالموناري ارتريز يلي بيطلعوا منه البالموناري ارتري. بيكون في فالف، في صمام صغير بيفصل بين الرايت فنتريكل اند ذا بالموناري ترانك يلي منه بيتفرع البالموناري ارتريز، بنسميه سيجمويد فالف، كمان نفس السيجمويد فالف اللي هون، او سيميلونر فالف، او هون فينا نقول له البالموناري فالف لانه ات از فاوند ات ذا بيز اوف ذا بالموناري ترانك اللي هو اكبر ارتري عم بيروح على الهارت، سوري على اللانج، منه بيعمل رامفيكيشن للبالموناري ارتريز. بنوصل لريمارك هون انه العضلة تبعية القلب بنسميها مايوكارديوم، وفي عندي سبتم بيفصل بين اللفت، سوري بيفصل بين اللفت هارت والرايت هارت، هيدا اسمه السبتم، كمان جزء من المصل. هلا تنجيب هيدي الالستريشن ونشرح عليها. اذا بتشوفوا هون لفت اتريوم، لفت فنتريكل، رايت اتريوم، رايت فنتريكل، مفصولين ببعض بمصل اسمه السبتم. الدم او البلد عم بفوت على اللفت اتريوم من فور بالموناري فينز، هيدا كل اثنين جايين من اللنج. الدم عم بفوت عبر البالموناري فينز، عم ينزل، عم يفتح الميترال فالف او البايكاسبيد فالف، وعم يمرق على اللفت فنتريكل. من اللفت فنتريكل عم يطلع عبر اكبر شريان على الجسم، عم بيروح على كل الاورجانز يوزع لهم اكسجينيتد بلاد. بين اللفت فنتريكل والاورتا في عندي فالف اسمه اورتيك فالف او سيجمويد فالف او سيميلونر فالف. باجي على الرايت هارت، بتألف من الرايت اتريوم ورايت فنتريكل. الرايت اتريوم it receives او aspires blood from two vena cava اللي هني superior vena cava اللي جاي من القسم العلوي من الجسم، والinferior vena cava اللي جاي من القسم السفلي من الجسم، وكلهم بيصبوا بالرايت اتريوم وبكونوا حاملين deoxygenated blood. بيفتح هل الفالف الموجود بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل على ضغط الدم، وهيدا الفالف اسمه ترايكاسبيد فالف. بعدين المسلز اوف ذا فنتريكل بيعمل كونتراكشن بوشينج ذا بلاد تو ذا بالموناري ترانك. هيدا البالموناري ترانك اللي هو اكبر ارتري بالبالموناري ارتريز، بيطلع هالبالموناري ترانك ومنه بيساوي راميفيكيشن للبالموناري ارتريز. طبعا على باب هالبالموناري ترانك في عندي فالف صمام بنسميه بالموناري فين، سوري البالموناري فالف نسبه للبالموناري ترانك او البالموناري ارتريز بس، ولكن كمان فينا نقول سيجمويد فالف او سيميلونر فالف. طبعا هيدا الجزء الصغير اللي شايفينه هون هيدا عبارة عن برانش من الأورتا، اوكي this is a branch of aorta، عم يغذي الجسم من تحت بالoxygenated blood. هلا المسل تبعية الهارت بنسميها الميوكارديوم، واللي بيفصل بين اللفت هارت والرايت هارت اسمه السبتم. هات لنحطه this is the septum.